ما مع تقريش ابن سامح حسين والبنتاتين بنيتوها ناسنا مش مرتوها والجنتات بنيتوها ناسنا مش مرتوها وبساتين الشفارة وهي عبارة وسدوها بالتوصيل وما مع تقريش ما مع تقريش ابن سامح حسين انا ضحيه من ضحايا بساتين بوسكوره. الناس حنا دفعنا لهم وحجزنا عندهم منذ 2017 وكاينين الناس اللي قبل تمن 14 و15 دافعين الناس. هاد الناس درنا معاهم باش يبيعوا لنا الاقتصادي اللي هما حولوه للمويان ستاندينغ، او كاين العكس، كاين اللي طالب مويان ستاندينغ وحولوه للاقتصادي، وثمن الاقتصادي باعوا للناس بثمن ديال مويان ستاندينغ. واليوم اللي جينا بعد ما دازت 5 سنوات و6 سنوات جينا هاد الناس باش نشوفوا فين وصلوا الديور ديالنا، لانهم كانوا من 6 شهور ل6 شهور حتى دازت 5 و6 ديال 6 شهورات، يعني فيما 5 سنين وما فوق. ملي جينا نشوفوا الديور ديالنا وناخذوهم بعد ما صبرنا هاد المده كامله، كيقول تيطالبونا بالزيادات. هاد الزيادات ما عرفنا هادي علاش، كاينه الزيادات ديال التيفيا، واش المواطن هو اللي غيخلص التيفيا لهاد الناس؟ التيفيا راه تتخلص عند الدوله ما تتخلصش عند صاحب المشروع. زايد مصاريف الملف اللي ما هي غير قانونيه، زيد السانديك خلصوا لينا السانديك 2 عامين. هاد الزيادات اللي غير قانونيه حنا ما قبلناهاش، وكاين اللي طلبوا لي حتى الزياده في الشقه ديالو، شاري ب 25 ولاو تيقولوا لي لا خصك تزيد 5 10 مليون، كل واحد شنو طلبوا ليه. يعني هاد الناس ما عندهم لا تسيير، ما عندهم لا كلمه، ما عندهم حتى شي حاجه اللي هي غادا قانونيه، غادي نصبوا على الزبون وباغيين يصبوا حتى على الدوله. اليوم هاد الناس زايدين في التعنت، فين ما جينا كنطالبوا بالديور ديالنا ولا كنطالبوا بحقنا، لاننا حنا ما تليناش باغيين هاد الديور ديالهم، بغينا نسترجعوا الاموال ديالنا اللي عطيناهم اللي هما متعنتين. ملي تنطالبوا معاهم الحوار تيستقبلونا بالكلاب، تيستقلبونا بالبلطجيه، بالناس ما تنعرفوهمش تيجيبوهم لينا تناكلوا العصا، تيهرسوا الطوموبيلات، جميع انواع التهديد وجميع انواع التفسفات تلقيناهم من عند الناس. واليوم هاد الناس مادام هما تيقولوا انهم فوق القانون، حنا ما غاديش نتنازلوا على حقنا، حنا غنستمروا في الاحتجاجات ديالنا ونستمروا في الوقفات ديالنا حتى ناخذوا الحق ديالنا. اليوم حنا جينا لهاد العماله باش نشوفوا مع هاد الناس باش يديروا لينا حل مع اصحاب هاد المشروع. حتى الا ما عطاونا حتى شي حاجه وما وصلنا حتى شي حاجه، حنا مازال غنمشيو للمحاكم، حنا مازال غنمشيو للبرلمان، غنمشيو لجميع الجهات باش نسمعوا صوتنا حتى يوصل صوتنا لسيدنا ان شاء الله وياخذ لنا حقنا من عند هاد الناس. هادو هما اخر التطورات اللي عندنا. المحكمه وهذا شركه وهميه قال لك ما كاينش، هو شركه اللي تيكوميرسيال اخر مره ملي تخطو عليهم لقاو حل مع الناس. دايرنا خصيه دعامه يعرف باننا ماشي مرتاحين وناس.
شفتوا معروف عند البوليس راهم كيحقوا في داكشي. كلينا نعساق ما جا عندنا حتى واحد دابا كاين يجينا بغينا غير نهضروا. جاو جيتو نتوما الناس ديال الصوت ولا ما نديروش؟ نمشيو ليه ناكلوا العصاب؟ من الاحسن نمشيو انا ولا نمشيو ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع هذا راه معروف من شحال هادي وغادي نرخصوا لكم في بعض الجمل. والسيد هاد الناس هادو حنا عطيناهم التسبيق ديالنا هادي من 2017 كاين لي 2016 وانت غادي في السنوات. ملي جاو في الاخر ديال المشروع قال لك اسيدي وقعت لهم شي خطيه مخطيه مع الدوله خصكم تزيدونا في الفلوس. هادشي هذا غير معقول باش اننا نزيدوهم فلوس حنا درنا معاهم واحد الاتفاقيه. درتو نتوما الغلط نتوما خصكم تحملوا الغلط ماشي حنا اللي خصنا نتحملوا الغلط. وهاد الغلط هذا اللي باش نعرفوه هو قال لك انو كندايرين في الحقيقه دايرين اختلاسات دايرين بينهم ديور ايكونوميك وسوسيال هما ماشي ديور ايكونوميك وسوسيال هما ديور ستاندين وحنا بغاونا نخلصوا نفرضوا حنايا كاع الناس هادو وقع غلط وقع اللي وقع حنا ما ندخلوش في هاد الحسابات كامله. الى سيدي زدتي عليا الثمن وانا ما قبلتش رجع عليا فلوسي. هادشي اللي تنعرف انا ما تنعرفش شي حاجه من غيرها. المشكل دابا ما بقاش غير عندنا غير مشكل في هذه المسائل هذه وهوش حنايا دائما فوق ما نبغيو نقضيو شي غرض وتوقع علينا شي ظلم ضروري ما نتصلوا بالامير المؤمنين باش يجي يفكنا. الدوله فين كاينه؟ اش تدير؟ فرد رئيس الحكومه فين هو؟ خصنا هذا القانون يتقاد خصنا هذه المسائل هذه ما تبقاش كاينه عندنا لان حنايا ضررنا بزاف ولا مشي تبعنا المحاكم وتبعنا شي غنبقاو طايلين هما هادشي اللي باغيين تستغلوا فلوسنا وفي الاخر يقول لك هكا فلوسك فين؟ هذا إلا بغا يعطيوها لك ودابا تيدخلوا معك تيقول لك خصنا نقصوا لك من حق انت تنازلت انا ما تنازلتش على الدار ديالي انت ما عطيتينيش الدار ديالي وما بغيتي تعطيني الدار ديالي اللي هي موجوده اما الاغلبيه ديال الدور ما موجودينش واللي هي موجوده تيقول لك اسيدي خصك تزيد باش ماشي معقول ماشي معقول هادشي هذا هادشي هذا هو الملخص ديال هادشي اللي كاين. حنا سيدي تنطالبوا انهم يرجعوا لنا فلوسنا دابا ما عندناش نتسناو لان الفلوس تساوي الفلوس واش حنا نبقاو نتسناو والديور هما كاينين الناس اللي هما ساكنين دابا باغيين يبيعوا ديورهم علاش؟ حيت ما يدخلوا لقاو فيها بزاف ديال الاخطاء بزاف ديال المشاكل كلشي باغي يبيع الدير ديالو تمايا علاش؟ لان ما لقاوهمش مقادين دابا حنا ما بقيناش حنا الناس هذو تفقدنا منهم الثقه فقدنا الثقه بغينا فلوسنا سيدي بغينا فلوسنا ياك حقنا نزيدوهم اتفاقيه درناها النهار الاول ما داروش ما وفوهاش بها يعطيونا فلوسنا. حنا عيينا وتهلكنا ودقدقنا وتسخسخنا وتكرفصنا وعندنا مشاغل اخرى ما نقضيوها وصبحنا مراد كاين اللي في هذه الوقفات هادو كاين اللي من بعد جا امراض انا مرضت عندي اعصاب ولا عندي اعصاب في القلب ديالي كاين الناس اللي ماتوا كاين الناس اللي تفارقوا مع ازواج ديالهم كاين كل واحد واش قال لي المشاكل ديالو. شوف اسيدي دابا حد الان حنا اللي تنعرفوا مليار ونص غير المجموعه غير هذه المجموعه هذه تتشوفوا فيها اللي تتبان لكم قليله غير هذه المجموعه هذه. اما سيدي راه كاينه تمايا تقريبا واحد 4500 دار اللي كاينه 4500 دار ضربها في غير ما تفق الحساب ديال القليش اش غادي شحال غادي تجيك. اغلبيه الناس طالبين منهم على الاقل واحد 10 مليون ديال النوار على الاقل تنهضر معك 10 مليون ديال النوار ضربتيها في 10 مليون ديال النوار بوحدين يكون ربح صافي شحال جات 45 مليار ديال الرباح من غير داكشي اللي رابحينو في اللي هو قانوني اللي هو باين لعباد الله كاملين وفين غاديين وما تيطلبوا منك الزياده وسيدي ما بغيتش انا الزياده رجع لي ما انا خصك تعطيني دار في القانون خصك تعطيني داري بلا زياده بلا والو ومي ما بغيتيش وما اتفقناش رجع لي فلوسي. هادشي اللي تنقولوا به وسيدي تالي راه باين العام كامل وكما تنقول لكم هادشي في كفه وكفه واحده اخرى وانه فوق ما حنا توقفوا الوقفات كي بحال هكذا خصنا نطالبوا بامير المؤمنين باش يتدخل لينا. وهاد الحكومه هادي مازال ما غادير والو واش الملك هو اللي خصو يدير كل شيء واش الملك خصو يراقب على كل شيء ما يمكنش راه الناس في الحكومه خصهم يديروا الناس اللي في الحكومه راه تيمثلوهم الناس اللي تيمثلوهم وخصهم يديروا الغرض يديروا القانون ديالهم لان الشعب هذا الشعب هذا يبقى دائما غير هكذا غادي كي بحال هكذا راه حرام هادشي هذا هادشي راه ما الظلم هادشي هذا هادشي راه ما تيبغي لا الله لا العبد. حنا عيينا دابا 2019 حنا كنوقفوا حيتو ما عرفتش حاجه.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.